أنت الآن تحلق معنا فوق مدينة الدمام، وتحديدا فوق حي الضباب المطل على طريق الظهران الجبيل، متقاطعا مع شارع الملك سعود، حيث مجمع الكباري الذي يربط بين أربعة أحياء ويسهل الوصولية من المشروع وإلى أي وجهة. ها قد وصلت معنا إلى ليان، مسكنك وراحتك في هذا المكان. بنية تحتية متكاملة بمساحة أرض تبلغ 44 ألف متر مربع، بنينا عليها أكثر من 800 وحدة سكنية لنكون مجتمعا حضاريا متكاملا من خلال تواجدك معنا أنت وكل من هم بمستوى رقيك، وذلك بتوفير الخدمات من حولك لتنعم بقربك من المسجد ذو الطراز الحديث، ومنطقة لألعاب الأطفال، وملعب مخصص، وحضانة أطفال، وبيئة خضراء متناسقة، وصالة مناسبات واحتفالات، والنادي الرياضي ذو الإطلالة المفعمة بالحيوية. تفضل لأريك بيتك من الداخل، حيث يمكنك الاختيار من بين مساحات تتفاوت من 110 إلى 239 متر مربع، إلا أن بيتك يحتوي على غرفة طعام وصالة تجمع فيها عائلتك، مع مطبخ مفتوح بأسلوب عصري، إلى جانب الدرج المؤدي إلى أربعة غرف نوم بما فيها الرئيسية، إضافة للخدمات والمنافع لكل وحدة، ولمطلات السطح الخاصة ببعض الوحدات حكاية، فقط لعشاق الهدوء والأجواء النقية. دعني أعود معك لذكر مزايا أخرى في ليان، من وسع في الشوارع الداخلية ووفرة مواقف السيارات إلى الأرصفة والتشجير وأعمدة الإنارة المتناسقة. ليان لا يقتصر على المساكن فقط، بل والمحلات التجارية بطول واجهة المشروع ليقلل عناء وصولك إلى الأسواق الخارجية ويحفظ عليك الوقت والجهد. ليان خير مكان.